بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. الآن نقف بحضرة الآية 24 من نفس الصحيح. يا رب كتير ولا لجزم. قل شوف المرة كله وثم السياقات اللي تأتي فيها كلمة قل، وهو أمر من الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هنا في التفصيل أكثر، وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم لكلهم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها عادة بالحرام، هذا ما سيما معدوم حتى شيء من ريح الإيمان اللي يحرم الحرام، وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسبها دي كوميرس كو ني با أبروبو دو سو كوميرس لا، لو مارس كساد هو المرس، وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، مساكن الكفار، مساكن أهل النار. وعلى عن القصور، قصر فلان البورقيبة وقصر الثاني كذا، وعنده الكلب الموجود على رأس الحكم الظالم المصري كقصور لا حساب. الأمة تعاني، الأمة اللي أغلبها هم والناس الفكرة المؤمنين يقتلون ويزنون ويخطفون، والمجر المبيد خائخ لمصر من أهل الإيمان، الريحة ريحة إخوان، لا كل شيء إيه إلا ريحة إخوان. وبعد يقول ربي وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ورينا كما في مصر ينمي موازين ضالين أو مضللين اللي مش عاملين له نظام تاع قصور أخرى. قالوا شنو؟ قال لازم الدولة الفرعونية لابد أن تكون عندها شيء يجلب انتباه الغير، لا يرضي ولا يقدروه، شو يقدروه بها ولا ما تريدوش تعملوا هكا بروسيسيون، يعني وراو بعض الأشياء كاستعراض، أشياء تصل الدولة الظالمة المصرية بمن سبق ومن الفراعنة اللي أغلبهم ظلم، بما فيهم كالفرعون فرعون المذكور في القرآن. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذا الكل أشياء أحوالكم مع ما ذكر حتى الآن. نعود إن شاء الله لتفصيل ذلك بفضل الرحمة.